الحمد لله خالق الأيام والشهور والأعوام، وأشهد أن لا إله إلا الله شرع عيد الفطر عقب رمضان إحساناً إلى من صام وقام، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله خير من أرضى العزيز العلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، فقد قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. معاشر المؤمنين عباد الله، أيها الإخوة الأكارم، هذا اليوم المبارك يوم بر ونعمة ويوم سلامة ورحمة، فيه يحمد المسلمون ربهم أن هداهم للإسلام، ويشكرون له تعالى على توفيقهم لإتمام فريضة الصيام، وينفقون فيه مما أنعم الله عليهم على أنفسهم وأهليهم والمحتاجين منهم، ويسعون إلى نشر السرور بينهم، ويغدون ويروحون في مظاهر النعيم، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. واعلموا أيها السعداء أن العيد شرع ليجدد فيه المسلمون عهد الصفاء والإخاء، فلا يليق فيه الخصام والغل والحقد والحسد والإذاء، أجل لا تليق فيه كل هذه الأمور. وإن هذا اليوم المبارك يوم عيدكم تصلون فيه أرحامكم، رغم يعني هذا الحجر، وهذا علينا أن نلتزم بشروط الوقاية والتدابير والإجراءات التي نصح بها أهل الاختصاص، فصلة الرحم تكون بالمكاتبة كما تكون بالمكالمة، يعني مكالمة عن طريق الهاتف أو هذه وسائط التواصل الاجتماعي، فهي تفي بالغرض إن شاء الله تعالى، يصلون أرحامهم، يواسوا المحتاجين والفقراء، عليهم أن يبروا الأمهات والآباء. الله الله في آبائكم، الله الله في أمهاتكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. يعني لا يليق بالمسلم في هذا اليوم المبارك وهو يعني لا يكلم أباه أو أمه أو إلى غير ذلك، إن أباك وأمك طريقاك إلى الجنة، فإياك ثم إياك أن تفرط في طريق الجنة، يعني كما تفعل بآبائكم يفعل بكم أبناءكم. ففي هذا اليوم المبارك على المسلمين أن يبروا الأمهات والآباء، ويصلوا الأرحام، ويحسنوا إلى الفقراء، ويواسوا المحتاجين والأرامل، وفي إخراج زكاة الفطر مواساة المحتاجين، وإغناؤهم عن السؤال في هذا اليوم، يعني في هذا العيد، هذا اليوم الذي ينبغي فيه أن نبتهج جميعاً. روى أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهنيئا لمن أداها، وهي دين على من وجبت عليه حتى يؤديها. أجل أيها الأحباب الأكارم، فليس العيد لمن تزود بطيب المطعوم وهو من زاد التقوى محروم، والله سبحانه وتعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وليس العيد لمن لبس الجديد وهو عان من لباس التقوى، ورب سبحانه وتعالى يقول: ولباس التقوى ذلك خير. ولقد أحسن من قال: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وليس العيد لظالم وحسود، ليس العيد لحسود ونمام ومغتاب، ولا لظالم وغشاش وخائن وكذاب، ولا لمن يتطاول على سواه ويؤذي الناس، ولا لمن عق والديه، يعني قطع رحمه وعق أمه وأباه. إنما العيد للمؤمن التقي، إنما العيد للصالح النقي، إنما العيد لمن عمل لأخراه،
ولم ينسى نصيبه من دنياه أجل، فنال رضا الله جل علاه. فانتبهوا لذلك أيها الإخوة الأكارم، واسمعوا لقول ربكم وهو يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا اليوم يحيي بعضهم بعضا ويهنئ بعضهم بعضا ويتبادل التهاني في سرور وانشراح صدور، وكانوا يتسامحون، أجل يتسامحون فيما بينهم أهل تعاطف وتواد وتزاور وتحاب، بل كانوا في دينهم أقوياء، لا يميلون مع باطل الأهواء، كانوا لا يرتكبون الفجور ولا يرتكبون المنكرات ولا يشربون الخمور. فكونوا يا قومي مثلهم ليكون العيد جميلا بتقوى ربكم سبحانه وتعالى، أجل ليكون العيد جميلا وسعيدا بتقوى ربكم سبحانه وتعالى. روى الطبراني في الكبير عن سعد بن أوس الأنصاري وعن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزين، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم، ألا إن ربكم قد غفر لكم، فارجعوا راشدين إلى رحالكم، فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. وروى أبو داود وأحمد والحاكم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أجل أيها الأحباب الأكارم، فهذا اليوم كما ذكرت آنفا هو يوم عيدكم، تشكرون فيه ربكم وتصلون أرحامكم وتصبرون على هذا الحجر وعلى هذا الوباء، تدعون الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء. وفي هذا الصبر، يعني الصبر أجر عظيم، تتواصلون الحمد لله رب العالمين، يعني هناك وسائل متاحة، وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف، فتحقق به الغاية من صلة الأرحام. وعلينا أن نصبر حتى يكون إن شاء الله تعالى نعيش هذا العيد بلا عدوى، أجل نعيش العيد بلا عدوى. وإني موصي فيه نفسي وإياكم بما أوصى الله سبحانه وتعالى به من قبلنا من أهل الكتاب، فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصيتي لي ولكم أيها الأحباب الأكارم في هذا العيد المبارك هي ملازمة تقوى الله عز وجل التي تحمل العبد على طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن التقوى فقال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. بارك الله لي ولكم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم هذا العيد المبارك باليمن والخير والبركات على بلادنا وعلى أمة الإسلامية جمعاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن أهل الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.